يبدو أن السعودية تستعد لصعود قطار التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لتلتحق بمن سبقوها من المطبعين العرب، وربما تفتح الباب لدول عربية وإسلامية أخرى ظلت تنتظر طويلاً صعود الرياض أولاً. البعض يرى أن تعيين الرياض سفيراً لدى السلطة الفلسطينية بعد امتناعها لحوالي 6 عقود عن هذه الخطوة هو بمثابة حجز لمقعدها في قطار التطبيع، وفي المقابل يذكر البعض الآخر بتاريخ المملكة الداعم سياسياً ومالياً للقضية الفلسطينية. السعودية لم تخفي أو لم تنكر استعدادها للتطبيع مع تل أبيب، بل إن ولي عهدها محمد بن سلمان أكد اقتراب بلاده كل يوم من دائرة التطبيع. الرياض وضعت شروطها على طاولة الوسيط الأمريكي المتحمس لعقد الصفقة الكبرى، خاصة أن سيد البيت الأبيض يرغب في إنجاز هذه الصفقة قبل الذهاب للانتخابات الرئاسية العام المقبل. أما السعودية فتطالب بالحصول على برنامج نووي لأغراض سلمية، وتهدد بامتلاك سلاح نووي إذا امتلكته طهران. وللعلم فإن إسرائيل هي دولة نووية منذ عقود، وتطالب بحلف عسكري مع الولايات المتحدة يحميها من المخاطر الخارجية أكثر من الحلف الحالي الموجود بينها وبين واشنطن. لكن ما يهم الفلسطينيين من تلك الشروط هو إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، والحصول أيضاً على حقوقهم المشروعة، شرط تعتبره الرياض في المقابل أساساً للحصول على دعم داخلي وإقليمي للتطبيع. تل أبيب التي احتفت بالتطبيع الموعود مع الرياض ترفض تقديم تنازلات للفلسطينيين في أي مرحلة من المفاوضات، لكنها ربما توافق على مطلب الوسيط الأمريكي بالإبقاء على حل الدولتين كمشروع قابل للحياة، لكن متى الله أعلم، وعلى تخفيف الضغوط على الفلسطينيين. وكعادة المفاوضات يضع الفرقاء أقصى طموحاتهم على طاولة الوسطاء، لكن في النهاية يتنازلون عن بعضها. فهل تتمسك الرياض بشرط الدولة الفلسطينية في ظل الضغوط الأمريكية والرفض الإسرائيلي، أم أنها ستتنازل عن حقوق الفلسطينيين كثمن للتسوية النهائية؟ السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في أنت الحكم، نفتح نافذة لأصواتكم واختلافاتكم حول قضايا سياسية، صوتكم يصنع الحدث وأنتم الحكم. نبدأ بتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي التي اخترنا منها. صالح النعامي ينقل عن الإعلام العبري تعيين السفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية كمقدمة للتطبيع، ويقول: صحيفة إسرائيل هيوم تعتبر قرار السعودية تعيين سفيرا لدى السلطة الفلسطينية مقدمة للتطبيع مع إسرائيل، على اعتبار أن نظام الحكم في الرياض معني بتقديم بادرة حسن نية للفلسطينيين لتقليص تأثير قرار التطبيع مع تل أبيب. أما جورج خيري فيرى أن تعيين السفير السديري هو مقدمة للتطبيع، ويقول في تغريدته: المقدمات كلها توحي بأن تعيين سفير لها لدى السلطة الفلسطينية في هذا التوقيت بالذات يبدو أكثر ارتباطاً بالجهود التي تبذلها إدارة بايدن حالياً لدفع عجلة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، منها بالجهود المبذولة لإقناع إسرائيل نحو قبول تسوية. أما الدكتور شكري الهزيل فيشكك في أهداف وتوقيت تعيين السفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية، ويقول: أول سفير سعودي لدى فلسطين يصل الضفة ويلتقي عباس، عيب الكذب والتضليل حسب تعبيره، ولا تضحكوا على ذقون الناس، اذهبوا إلى تل أبيب مباشرة واصنعوا التطبيع ولا تجعلوا من فلسطين منديل زفر كما يقال، فلسطين أرض محتلة. عبد الله الشيجي يرى أن تعيين السفير هو قرار صائب يخدم القضية الفلسطينية، تعيين السفير نايف بن بندر السديري أول سفير غير مقيم للمملكة لدى السلطة هو قرار صائب بدلالات مهمة تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والتمسك بمرجعية المبادرة العربية في قمة بيروت 2002 بالانسحاب وقيام دولة فلسطينية مقابل التطبيع للرد على هوس بايدن بالتطبيع مع إسرائيل. أما حمزة زريقات فيرى أن تعيين السفير هو مقدمة للتطبيع، السعودية تمد جسور التطبيع مع الكيان اللقيط عبر تعيين سفير لها لدى السلطة، بحيث يكون صلة الوصل بينها وبين الكيان. يصح القول بالسعودية وعلاقاتها التطبيع مع إسرائيل يمتنعن وهن راغبات. أما أحمد بودستور فيرى أن تعيين السفير هو جزء من صفقة متوقعة مع الولايات المتحدة،
ويقول إن تعيين المملكة العربية السعودية سفيرا لها في فلسطين، حيث قام السفير السديري بزيارة الرئيس الفلسطيني عباس، ليس مصادفة، ولكنه يرتبط بالصفقة المتوقعة بين الولايات المتحدة والمملكة، التي تفتح الباب أمام تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية على أساس حل الدولتين. أما فوزي السمهوري فيرى أن تعيين السفير هو تمسك السعودية بالمبادرة العربية وبالقضية الفلسطينية. وفي التغريدة يقول إن اعتماد السفير نايف سديري غير مقيم لدى فلسطين وقنصلا عاما في القدس يعزز تأكيد السعودية على التمسك بالمبادرة العربية كما ورد، وتفنيد لشائعات نتنياهو وزمرته حول قرب تطبيع العلاقات، القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وأنه يؤكد أيضا دعم منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. صالح أبو عذل يرى أن السعودية ستقدم تنازلات مقابل التطبيع. وفي التغريدة يقول وسائل إعلام إسرائيلية تقول السعودية ستواصل ظاهريا دعم اقتراح اشتراط السلام مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، لكنها على استعداد لتطبيع العلاقات مقابل ثمن أقل. أما الكاتب ياسر الزعاترة فيقول إن القضية الفلسطينية ستبقى محورية رغم التطبيع الرسمي. وسط هذا القهر نعيد التذكير بأن مصير الهرولة الجديدة لن يختلف عن سابقاتها، فلا قضية فلسطينية ستدفن ولا الهيمنة ستنجح، لأن الدم الفلسطيني سيعيد ترتيب أوراق المنطقة من جديد كما فعل من خلال انتفاضة الأقصى رغم الفارق المحوري، ممثلا بوجود قيادة بائسة وعاجزة في رام الله ترفض سلام نتنياهو الاقتصادي بالخطابة وتسهله بممارساتها على كل صعيد. إيمانويل مسلم الأب المسيحي من جهته وجه كلمة إلى المطبعين العرب عبر هذا الفيديو. الساعين إلى التطبيع مع إسرائيل اسمعوا، نحن الفلسطينيين المسيحيين سلمنا أجدادكم المسلمين الشرفاء مفاتيح فلسطين والقدس، وتسلمنا منهم العهدة العمرية. نحن ثبتنا أمناء على العهد وسنبقى كذلك. أما أنتم فماذا صنعتم بتلك المفاتيح؟ ولمن سلمتموها؟ نحن إلى أيدي أمير المؤمنين الطاهرة سلمناها، وأنتم تسلمونها اليوم إلى أيدي الصهاينة الملطخة أيديهم بدماء المسلمين والمسيحيين. أنتم لا تستحقون فلسطين ولا تستحقون القدس أرض الإسراء والمعراج. أهلا بكم. قبل الترحيب بضيفي أذكر بالسؤال الذي طرحناه على موقع قناة الحوار في فيسبوك لاستطلاع آرائكم. تعيين سفير سعودي لدى السلطة الفلسطينية هل هو مقدمة للتطبيع مع تل أبيب؟ فجاءت الإجابة بنعم 81%، أما الأقلية 19% فقط لا يرون بأن تعيين السعودية سفيرا لها لدى السلطة هو مقدمة للتطبيع. أرحب بضيفي من جدة الباحث في العلاقات الدولية دكتور لؤي بن بكر الطيار، ومن واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خالد الطرعاني. وأبدأ معك دكتور لؤي حول هذه الخطوة. العديد من المغردين الذين اقتبسنا عنهم يرون بأن توقيت تعيين المملكة سفيرا لدى السلطة الفلسطينية ومرور هذا السفير عبر الحواجز الإسرائيلية دون وجود علاقات بين السعودية وبين إسرائيل، علاقات دبلوماسية، لا يمكن أن يفهم إلا أنه في سياق تسريع التطبيع بين الرياض وتل أبيب. فالسؤال، لماذا يعين سفير لدى السلطة الفلسطينية في هذا التوقيت؟ دكتور طيار، دكتور لؤي تسمعني؟ طيب
يبدو أن الدكتور لؤي لا يسمعني، سأعيد السؤال له حال التواصل معه مرة أخرى. أستاذ خالد، المملكة العربية السعودية هناك علاقات مع السلطة الفلسطينية منذ إنشائها، وهناك دعم مالي للسلطة الفلسطينية أعتقد توقف في عام 2016 أو 2017، لكن العلاقات مستمرة مع السلطة الفلسطينية، فما الحاجة لتعيين سفير يمر عبر الحواجز الإسرائيلية وفي هذا التوقيت، التوقيت الذي يروج فيه الاحتلال الإسرائيلي لقرب التطبيع مع المملكة العربية السعودية؟ نعم، تحية لك ولمشاهديك ولضيفك الكريم، وشكرا على الاستضافة. الحقيقة موضوع جدا جدا مهم. السؤال برأيي الذي طرح، هل هذا مقدمة للتطبيع؟ أنا أعتقد أن هذه ليست مقدمة. تعيين السفير نايف السديري هو ليس مقدمة للتطبيع، أنا برأيي هو نهاية مرحلة البدء بالتطبيع. يعني هي أخذت السعودية عدد من السنوات من زيارة المستشار اللواء في المخابرات السعودية أنور عشقي الذي زار وقال أنا أريد فقط أن أتعاطف مع أهلنا في فلسطين، هذه أرض محتلة وما إلى ذلك. زيارات المتبادلة للوفود، وفود تجارية زارت في الشهر الماضي للمملكة العربية السعودية، كل هذه يعني على مدى السنوات. والإشارات في 2018 محمد بن سلمان في حديثه لمجلة الأتلانتيك قال أن لليهود الحق بإقامة دولة. ممتاز جدا يا أخي، حطهم بالربع الخالي إذا بدك، ما في مشكلة. يعني يعني هي المؤشرات كانت، ولكن في أي اتجاه؟ يعني هذا المؤشر تعيين سفير لدى السلطة الفلسطينية في أي اتجاه؟ يعني يفهم بأنه اقتراب للتطبيع بين الرياض وتل أبيب؟ نعم، يعني أولا اللقاء الذي عمله محمد بن سلمان مع فوكس نيوز الأسبوع الماضي، يعني سألوا المذيع بريت، قال له هل هناك تقارير عن أنه تم تعليق المفاوضات؟ فكان رد محمد بن سلمان بسرعة نو، لا هذا غير دقيق، المفاوضات مستمرة. والمفاوضات على إيش؟ أنا هذا يعني الذي لا أفهمه، ما زال نتنياهو يتحدث عن الضفة الغربية على أنها يهودة والسامرة، ما زالت الرؤوس النووية الإسرائيلية موجهة إلى الرياض وإلى مكة وإلى المدينة وإلى العواصم العربية. إسرائيل لا تحتاج أسلحة نووية كي تحارب الفلسطينيين، لا تستطيع استخدام الأسلحة النووية، يعني فلسطين صغير كتير أنها تستخدم أسلحة نووية فيها. فالسلاح النووي الإسرائيلي هو ليس موجه لا لكوريا، ولا هو موجه لإيران، لدول الخليج، لمنابع النفط، للدول العربية، لدمشق، لعواصم عربية. وما زال نتنياهو يتحدث عن يهودة والسامرة. طيب، ابقى معي أستاذ خالد، أنقل وجهة النظر هذه للدكتور لؤي مرة أخرى. نرحب بك دكتور لؤي بن بكر الطيار، الباحث في العلاقات الدولية. دكتور لؤي، الكاتب جورج خيري يقول المقدمات كلها توحي بأن تعيين سفير للمملكة العربية السعودية لدى السلطة في هذا التوقيت بالذات يبدو أكثر ارتباطاً بالجهود التي تبذلها إدارة بايدن لدفع عجلة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، أكثر منها بالجهود المبذولة لإقناع إسرائيل نحو قبول تسوية. السؤال ببساطة، لما الآن يعين السعوديون سفيرا لهم لدى السلطة الفلسطينية ويمر ليلتقي عباس؟ لا يوجد مطار في رام الله للأسف، هو يجب أن يمر عبر المعابر الإسرائيلية، ولا ندري إن ختم جوازه لدى إسرائيل، رغم أنه لا توجد حتى الآن علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي. مرحبا أستاذ الكريم، أهلا فيك وأهلا في ضيفك. أنا ما سمعت كلامه، أي إن كان كلامه فهو يمثل شخصا، لكن خليني أقول لك شيء. الحكومة السعودية لن تنصاع لأنه هي تأخذ قرار من أمريكا أو من حكومة بايدن لتسجيل عملية التطبيع مع إسرائيل، وما ذكره في لقاء الصوت في مشكلة بالصوت، لا بالكاد نسمعك دكتور رأي، تسمعني؟ صوتي واضح الآن؟ أوضح قليلا. أنا صوت، تفضل تفضل. طيب أوكي، أبدأ من حيث انتهيت، إنه لقاء سمو ولي العهد في قناة فوكس كان واضح، ليس هناك أي عملية تطبيع تتم ما لم يتم إعطاء الشعب الفلسطيني حتى العيش بسلام في المنطقة. واضح ما تطبيع ولن يكون هناك تطبيع، وذكرتها
قبل أسبوع على قناتكم ليس لا لن يكون هناك أي عملية تصفية ولا علاقات سعودية إسرائيلية لن يتم إعطاء الحق للشعب الفلسطيني الحق للعيش بسلام. وكون إن الحكومة السعودية أرسلت السفير لمقابلة عباس السفير عباس أو ذهبت لهذا أساساً لما الحكومة السعودية عينت السفير عينته غير مقيم في 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 مملكة الأردن، وكون إنه سلم أوراقه لا يعني تسليم أوراقه تمام إنه عملية التطبيع قائمة. راح الصوت للأسف، للأسف لا نسمعك، لا نسمعك. هناك عملية تطبيع أو عملية طيب تطبيع. لكن السؤال ببساطة يعني المغردون يستغربون أنه لماذا يمر الآن، ما الحاجة ليلتقي عباس في رام الله؟ وكان من الممكن أن يتم اللقاء في عمان مثلا، هذا اللقاء لو كان في علاقات بين الرياض وبين تل أبيب سيمر عبر الحواجز الإسرائيلية، لكن لا توجد علاقات دبلوماسية، ما الضرورة الآن لإعطاء هذه الرمزية بمرور مسؤول سعودي كسفير السعودية الآن هو في الأردن والسفير مقيم لدى السلطة لمروره عبر الحواجز الإسرائيلية؟ طيب سؤال للدكتور لؤي، ما الحاجة، سؤال مرة أخرى، ما الحاجة لمروره عبر الحواجز الإسرائيلية إذا كان يريد فعلا أن يلتقي عباس فقط؟ هذا الوضع البلد، هل هناك في 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 طرق أخرى للعبور؟ طيب للأسف الصوت غير واضح بالمرة دكتور لؤي، نحاول نحل المشكلة مرة أخرى. الآن أستاذ خالد، يعني السفير السعودي لدى السلطة سيد نايف الزديري قال في تصريحاته بعد لقائه مع عباس مشددا على مواقف المملكة التاريخية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية واستمرار الجهود المبذولة لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وفق مرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية. يعني شو بدك أكثر من هيك؟ يعني أكثر من هكذا وضوح. جميل. موقف السعودية التقليدي يعني ها هو. نعم. السفير الزديري يؤكده. نعم. مرة جديدة ويثبته من رام الله. نعم، خليني أحكي لك. أولا التطبيع، يعني ما هو التطبيع؟ التطبيع أن تجعل الشيء طبيعي. فالطيران لأول مرة، طيران إسرائيلي، طيران دولة الاحتلال الإسرائيلي يطير فوق المملكة العربية السعودية هو جزء من التطبيع. زيارة وزير السياحة الإسرائيلي إلى الرياض هي جزء من التطبيع. التطبيع ليس بالضرورة أن يكون هناك علاقة واضحة أو تبادل سفراء. التطبيع هو قد يكون تدريجي، وأنا برأيي أن يعني نختلف مع السعودية في هذه السياسات، ولكن لا نعتقد أن السعوديين أغبياء لا سمح الله. السعوديون يعني يتعاملون مع الأمور بهدوء وبحذر شديد، ولا يريدوا أن يستفزوا الشعب في الجزيرة العربية الذي هو يعني بطبيعته ومن خلال دينه ومعتقده وانتمائه الديني والوطني وإلى هذه الأرض المشتركة هو ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وللقدس وهذه الانتهاكات المستمرة. إذن برأيي أن التطبيع هو ليس بالضرورة هو يعني أن يكون هناك علاقة رسمية. كل هذه القضايا، يعني حتى جو بايدن يفتخر ويتباهى ويعني يشيد بأن السعودية سمحت لأول مرة للطيران، طيران دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يمر عبر الأجواء السعودية، وفر عليهم تقريبا ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات من الالتفاف حول الجزيرة العربية، سمحوا لهم بهذا. بالإضافة إلى هذه الزيارات، يعني بالأمس كان هناك صحفي إسرائيلي في جدة ولم يقل لهم أنه إسرائيلي، وإنما تعامل مع الناس وتواصل. نعم. معهم، وقال أن الكل لا يريد علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. نحن نعلم أن القرار هو قرار محمد بن سلمان، ولكن يعني نايف الزديري يستطيع أن يقول ما يريد. نحن نعلم أن القرار في النهاية عند محمد بن سلمان،
فإذا محمد بن سلمان قال على فوكس نيوز، هو لم يقل الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، هو لم يقل لن نطبع إلا إذا حصل الشعب الفلسطيني على 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 حقوقه، لم يقل أننا سوف نطبع ملتزمين بالمبادرة العربية التي لا أتفق معها ولكن هي الحد الأدنى، وإنما ما الذي قاله في المقابلة، وأنا سمعت المقابلة كاملة وأتحدث الإنجليزية وأتحدث العربية، محمد بن سلمان قال for better life for the Palestinians، أن يكون هناك ظروف معيشية أفضل للفلسطينيين. طيب، ولكن يعني ربما هذه أستاذ خالد قد تكون حمالة أوجه، يعني لماذا نحملها على هذا التفسير بأنها تحسين ظروف اجتماعية واقتصادية؟ لماذا لا تكون من خلال حل المبادرة العربية التي طرحته السعودية 2002؟ أنت شوف، إما يعني إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. فإذا أنت لا تعلم ما هي قيمة الكلمات التي تنطق بها كولي عهد وكالحاكم الفعلي للسعودية، فهذه مصيبة كبرى، وإذا قلتها دون أن تعلم فهذه مصيبة أكبر. طيب، ولكن الموقف النهائي يا أستاذ خالد، الموقف النهائي يعني يتحدد رسميا على الورق وليس فقط من خلال مقابلة تلفزيونية. وزير الخارجية السعودي أعاد على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد موقف المملكة العربية السعودية التقليدي من القضية الفلسطينية، والسفير الديري قال موقف المملكة العربية السعودية التقليدي من رام الله. هذه الإشكالية، أن الموقف التقليدي، يعني لماذا تطبع السعودية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي مقابل ماذا؟ السعودية أخي هي الجائزة الكبرى بعد أن انهارت مصر وطبعت مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وتم تنحيتها وتحييدها وعملت اتفاقية سلام. الجائزة الكبرى الآن هي السعودية بمكانتها السنية ومكانتها الدينية والجيوسياسية ومكانتها العربية حتى كالدولة العربية الأكبر بعد مصر. السعودية لها هي فعلا الجائزة الكبرى بالنسبة للاحتلال. نتنياهو يتحدث عن أنها الجائزة الكبرى، دوري جولد يتحدث عن أنها الجائزة الكبرى، الساسة الأمريكيون. طيب، يعني إذا اسمح لي أنقل هذه الفكرة للدكتور لؤي. دكتور لؤي، لما تعطي المملكة العربية السعودية كل هذه المبررات لنتنياهو ليتفاخر أمام الإسرائيليين بأنه يقترب هو من التطبيع مع الرياض؟ في مستهل الاجتماع الأسبوعي لنتنياهو قبل 3 أيام يقول زميلنا حيم كاتس وزير السياحة الإسرائيلي وصل إلى السعودية، وهذه أول زيارة لوزير إسرائيلي للمملكة العربية السعودية، ويقول هناك زيارات إضافية قريبا. يعني لما إذا كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعب الحياة يوميا على الفلسطينيين، لما تمنحها المملكة العربية السعودية وخاصة في ظل هذه الحكومة التي توصف بأنها الأكثر يمينية والأكثر تطرفا حتى من قبل المسؤولين الأمريكيين، لما تعطيها كل تلك المكاسب؟ يا سيدي الكريم، السعودية لم تعطي مكاسب للحكومة الإسرائيلية، ولعل الأخ اللي بيتكلم، لأنه أنا ما بسمع صوتك حقيقة كويس ولا صوته، ولكن عموما الحكومة السعودية ما أعطت مكاسب للحكومة الإسرائيلية، والحكومة السعودية تماما تعي بأهمية القضية الفلسطينية، مش جديد، منذ عهد الملك عبد العزيز لعهد الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، والقضية الفلسطينية هي من أولى أولوياته، والشعب الفلسطيني من أولى أولويات السياسة السعودية، وهذا غير كذا ما هو مقبول. لكن كون إنه اليوم المملكة العربية السعودية ترغب أو بعملية تطبيع بشروط، المملكة العربية السعودية دولة اقتصادية كبيرة، دولة اليوم تحالفاتها ليس مع أمريكا فقط، ولا هي متحالفة فقط مع أمريكا، متحالفة مع كل الدول، صديقة مع كل الدول، ولكن شرطها الوحيد اليوم لاستكمال عملية أو فتح العلاقات أو بدء العلاقات أو سميها ما شئت مع الحكومة الإسرائيلية، هي إعطاء الشعب الفلسطيني الحق بالعيش بسلام. طيب، تمام، وأن تكون إقامة دولة فلسطين. طيب، لكن رويترز اليوم دكتور، تسمعني دكتور لؤي؟ أنا أسمعك وأنت طيب تسمعني. رويترز اليوم، فقط أنقل لك ما نقلته وكالة رويترز اليوم. وكالة رويترز نقلت عن مصادرها أن السعودية ستطبع علاقاتها مع تل أبيب حال حصول الشرط التالي،
هو الشرط، يعني كنا نتمنى أن يكون الشرط كما حضرتك تفضلت، هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم والدولة الفلسطينية. رويترز تقول إن الشرط هو حصول المملكة العربية السعودية على اتفاق دفاعي ملزم مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو لم تقدم تل أبيب تنازلات كبيرة للفلسطينيين من أجل إقامة دولة مستقلة لهم. تعليقك. أنا ما يهمني ماذا ذكرت رويترز وما كتبت رويترز، أنا يهمني ما ذكره الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي. أما أنا رويتر تكتب CNN تقول على فوكس نيوز أنه يريد حياة أفضل للفلسطينيين، ولم يتحدث عن حقوق شرعية ولم يتحدث عن دولة، فإذا كان يعلم قيمة كلمته أو الكلمات التي تخرج من فمه كرجل مسؤول، فلا بد أن يعلم أنه عندما يتحدث عن حياة أفضل للفلسطينيين. دكتور لؤي تفضل، هذا الذي قاله محمد بن سلمان. دكتور لؤي تفضل، يعني انه اتكلم يعني لا لا تفضل دكتور رأي، فقط الاشاره الى رد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان عند سؤاله حول القضيه الفلسطينيه، قال بالحرف: نامل ان نصل الى حل يسهل حياه الفلسطينيين ويعيد اسرائيل كعنصر في الشرق الاوسط. هذه ترجمه حرفيه، يعني الكلام والمقابله حضرتك اكيد طلعت عليها كامله. لا انا سمعت المقابله بكل باللغه الانجليزيه وسمعتها باللغه العربيه، وسمعت مقابلته لما قال الامير محمد بن سلمان قال اعطاء الشعب الفلسطيني الحق العيش بسلام. انت تبغى تترجمها والأخ اللي أضيفه لا يا شيخ هو أستاذ خالد، خلينا نسمع الدكتور لؤي إلى الأخير. خلينا نسمع الدكتور لؤي إلى الأخير، خلينا نسمعه تفضل. يعني ترى بأن حديث الأمير محمد بن سلمان أن حق العيش بسلام يتضمن، يقتضي أن هذا العيش بسلام لن يتم إلا بوجود دولة لهم، إعطاء الشعب الفلسطيني الحق للعيش بسلام. أنت تبغى تترجم الكلام والأخ اللي معاك يبغى يترجمه بطريقته، كل مين بيترجم بطريقته تمام، لكن أنا ما ذكره الأمير محمد بن سلمان أول بند تمام هو إعطاء الشعب الفلسطيني. يعني أنا بس بدي أسأل ضيفك سؤال تفضل أستاذ خالد، يعني بس مشان الوقت مشان إحنا ما نضل إحنا باك أند فورث نقول هو قال أو لم يقل. طب عندما تسمح السعودية للطيران الإسرائيلي بالطيران فوق أجواء المملكة، عندما تسمح لوزير إسرائيلي أن يدخل إلى المملكة العربية السعودية، عندما تسمح لأول مرة في 2018 أن اجتمع 50 يهوديا وهو النصاب الديني عندهم للقيام بصلاة القادش قرب المدينة المنورة، عندما نجد أن هناك رجال أعمال وصحفيين إسرائيليين أخي مقابل ماذا؟ يعني ماذا تجني السعودية من هذه الأشياء؟ سؤالك واضح خالد، سؤالك واضح، ما الذي تجني السعودية؟ سؤال واضح دكتور لؤي تفضل. تفضل. أنا كل الكلام اللي قالوا أنا حقيقة ما سمعته. لا أعيد لك يا باختصار دكتور لؤي. دكتور لؤي باختصار هناك خطوات يبدو بأنها خطوات تقترب فيها المملكة العربية السعودية من التطبيع مع دولة الاحتلال، منها السماح للطيران الإسرائيلي بالمرور عبر أجواء المملكة العربية السعودية، ووجود سفير وجود وزير إسرائيلي ووزير السياحة الأسبوع الماضي كان موجود في السعودية، واحتفاء بنيامين نتنياهو بذلك. كل هذا ألا يعزز أن هناك فعلا اقتراب للتطبيع؟ الأمير محمد بن سلمان قال كل يوم نتقدم، هذا كلامه حرفيا عندما سئل عن التطبيع، السؤال كان هناك تقارير تفيد بأنك أوقفت المحادثات، هذا السؤال من المذيع، الأمير محمد بن سلمان رد عليه قال له هذا ليس صحيح، كل يوم نتقدم. أضطر أقفل يا أستاذ، أنا ما بسمع لأنه اللي بسمعه دبل فويس. بس باختصار كون إنه المملكة العربية السعودية أو كون وزير السياحة الإسرائيلي يحضر الاحتفال العالمي بيوم السياحة تمام، لا يعني أن هناك عملية تطبيع. أنت تبغى تأخذها والأخ ضيفك يبغى يأخذها بهذا التحليل، أنت كيف تأخذها؟ لا بهمني أسمع هذا. تفضل حضرتك كيف تأخذها، كيف تفهمها؟ أنا ما أفهمها إنه إن لم يتم توقيع والإعلان رسمي لن أفهم. اللي أفهمه إنه ما في عملية تطبيع، يعني لكن هذه بادرة بين قوسين. السياحة الإسرائيلي حضر لحضور الاحتفال باليوم السياحة العالمي في المملكة العربية السعودية،
أنا هل تم توقيع اتفاقية سياحة أو تجارة بين المملكة وإسرائيل في هذا اليوم؟ يعني طيب خالد أسألك سؤال ثاني لو سمحت، لو سمحت خالد أعطيك السؤال لو سمحت خالد اسمح لي يا خالد، خالد اسمع خالد اسمعني السؤال الآن، السؤال الآن إذا كانت المملكة العربية السعودية قد طبعت مع الاحتلال فهي لن تخجل بأن تعلن ذلك أمام الملأ أنها طبعت كما طبعت الدول الأخرى. طبعت لن تخجل. طيب ولكن ولكن يا خالد السؤال، السؤال يعني كما يقال في التفاوض يعني نو ديل حتى يتم الاتفاق على كل شيء، لا اتفاق قبل الاتفاق على كل التفاصيل. فلماذا نهول من بعض الخطوات التي الإسرائيليون يحتفلوا بها؟ دع الإسرائيليين يقولون ما يقولون، لماذا نصدق كل ما يقال عن الصحافة العبرية؟ نعم يعني يبدو ان يعني كل هذه الخطوات التطبيعية، وجود الحاخام الذي كان يرقص في الرياض، ووجود الحاخام الذي رأيناه بالصوت والصورة بالفيديو في تيماء قرب المدينة المنورة، وجود الوزير الإسرائيلي، كل هذا لا يعني تطبيع. يعني بمعنى عند الدكتور ياسر المفاخذة هي ليست دعارة. لا لسه انا فقط إذا ثبت انا اتحفظ على هذا التعليق خالد. لا يعني هذا التعليق لا 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 يليق، لا يليق، لا لا خلينا نلتزم بأدب الحوار. لا يعني وإذا يعني إذا هو هذا حقيقة يعني هو يقول لك وجود الوزير ليس تطبيع، وجود الطيران الإسرائيلي الذي أشاد به بايدن قال أنه لا ليس تطبيع، وجود الحاخامات الإسرائيليين الذين رأيناهم في الرياض وفي تيماء وقرب المدينة المنورة هذا ليس تطبيع. إذن أنا أنتظر إلى أن طيب. إلى أن سجن الدكتور سلمان العودي ومحمد خير محمد موسى الشريف، الدكتور موسى الشريف، كل هؤلاء الذين هم قد يقفوا أمام محمد بن سلمان، هؤلاء في السجون لأنهم هم الوحيدون الذين يقفوا. نحن نعلم أن المملكة العربية السعودية هي مملكة الخوف اليوم. نحن نعلم الذين يسمعون في السعودية يدركون تماما أنه لا يستطيع أحد أن ينبس ببنت شفا في المملكة العربية السعودية، وإلا سيسجن وسيكون مصيره مثل مصير سلمان العودة ومصير. طيب ولكن البعض خالد اسمع لي أن أقول لك وجهة نظر البعض. البعض يقول بأن المملكة العربية السعودية وضعت شروطا تكاد تكون تعجيزية، هي ربما حتى الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع أن تمررها، مثل اتفاقية دفاعية ملزمة للولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن المملكة العربية السعودية في أي هجوم، وكذلك أيضا اتفاقية تمنح المملكة العربية السعودية الإمكانات النووية ليس فقط ربما لتطوير القدرات النووية المدنية، ولكنها ربما حتى تصل إلى سلاح نووي. فهذه الشروط واقعيا تجعل فعلا من التطبيع وما علاقة هذه الشروط تجعله يعني بعيد المدى، يعني حصول السعودية على اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة ما علاقة هذا بالتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني إذا السعودية التي تنفق أكثر مما تنفق، يعني هي الأولى إنفاقا على التسلح من الولايات المتحدة، هي الأكثر إنفاقا على إنفاق على التسلح، يعني مجموع ما تنفقه كما قال محمد بن سلمان في المقابلة مع فوكس نيوز بأن ما تنفقه السعودية هو يفوق ما تنفقه الخمس دول التي تليها مجتمعة. فإذا 500 مليار دولار في عهد ترامب و2 مليار دولار في جيب جيرد كوشنر و25 مليون دولار شهريا أو سنويا لإدارة هذه المحفظة، كل هذه الأموال في الولايات المتحدة لا تستطيع أن تشتري لك اتفاقية أمنية، يجب أن تذهب إلى إسرائيل كي تعطيك الولايات المتحدة اتفاقية أمنية. ولكن يا خالد، يا خالد يعني مثل هذه الاتفاقية، اسمعني اسمعني، مثل هذه الاتفاقية موجودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، وكوريا الجنوبية اسمعني، وكوريا الجنوبية دولة قوية عسكريا، جيشها بالمناسبة الجيش الثامن أو التاسع على مستوى العالم. ولكن كوريا لم تذهب إلى إسرائيل لتحصل على الاتفاقية مع الولايات المتحدة، اليابان لم تذهب إلى إسرائيل كي تحصل على اتفاق مع الولايات المتحدة، السعودية تستطيع أن من المفروض يعني إذا كانت سيادتها كاملة تستطيع أن تذهب إلى الولايات المتحدة أقل ما فيها بناء على المليارات، مئات المليارات من الدولارات التي تنفقها على التسلح من الولايات المتحدة، تستطيع أن تشتري اتفاقية أمنية. لماذا تضطر إلى أن تطبع مع إسرائيل كي تحصل على اتفاقية أمنية مع السعودية مع أمريكا؟
شكرا جزيلا لك خالد ترعاني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من واشنطن. كما أشكر الباحث في العلاقات الدولية دكتور لؤي بن بكر الطيار كان معنا من جدة. أفتح المجال لكم أعزائي المشاهدين لوجهات نظركم. الهاشمي من السعودية يقول: هل تعتقدون أن من يتصارعون في الضفة وغزة وعين الحلوة وشق صفوف الشعب الفلسطيني هم من سيحرر فلسطين؟ هل الوصاية الهاشمية على الأقصى ستوقف التقسيم؟ يكفي مزايدات في إعلام شعبوي وعنتريات جوفة. يا سيد الهاشمي، المملكة العربية السعودية هي التي قالت بأنها لن تتنازل عن إقامة دولة للفلسطينيين عاصمتها القدس الشرقية. هذا موقف المملكة العربية السعودية. إذا كان هناك في خلاف فلسطيني، إذا هناك في دماء تسيل أيضا في عين الحلوة، ما علاقة ذلك بالموقف التاريخي للمملكة العربية السعودية؟ هل تريد أن تقلل من أهمية المملكة العربية السعودية في مقابل مشاكل يعيشها سياسية وانقسام يا سيدي، سميها ما سمت، وحتى تنازل من بعض الأطراف الفلسطينية؟ فهل تتنازل المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين وراعية الحرمين الشريفين؟ أخذ أبو القعقاع. تفضل يا أبو القعقاع. مساء الخير. تفضل يا أبو القعقاع. كيف حالك؟ صوت ضعيف عندي يا أبو القعقاع، لا أسمعك. ألو، أنت تسمعني؟ الآن أسمعك، تفضل. تسمعني؟ تفضل. أول شيء بالتطبيع حاصل بدون مقابل. الفلسطينيين ما هم محاصلين على شيء. أنت تدري أن الدول مجلس التعاون مطبعة مع إسرائيل تبغي أجهزة تصنت على الشعب. وزير المواصلات الأسبوع الجاية في الرياض الإمارات شرت لها التصنت، وشرتها طال عمرك البحرين، والسعودية تشتريها كلها علشان الأجهزة تصنتون على الشعب شعوبهم وعلى المعارضين وعلى الدول الثانية اللي معادية لهم. ما في الفلسطينيين والله ما يحصلون على شيء، وإسرائيل تأخذ ما تعطي. سعودية لا نووي ولا شيء، ولا بطيخ ولا دجاج ولا شحاجة، تطبيع بدون مقابل شيء غير الأجهزة تصنت. حتى أمريكا ما هي بخادمة السعودية ولا تخدم حد، ما خدمت حد تخدم اليوم. ما فيه تطبيع، التطبيع حاصل بدون مقابل. المحللين السياسيين طيب. السعوديين لكن يا أبو القعقاع، ما زال حتى الآن لا يوجد اتفاق تطبيع. المملكة العربية السعودية سفيرها سديري في رام الله يقول بأنه موقف المملكة العربية السعودية والمبادرة العربية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. لماذا نستبق الأحداث يا سيدي؟ السفير 40 سنة ما جاء السفير إلا يوم جاء تطبيع مع إسرائيل. حنا نفهم يا أخي، حتى أنتوا يا الإعلاميين لا تبللون على عيوننا. ما فيه، أول شيء طال عمرك أي واحد أي محلل سعودي يقول كلمة غلط يسوون به ما سووه في خاشقجي. طيب شكرا جزيلا لك. محمود كريم على موقع قناة الحوار يقول: إنما جرى هو إتمام وإعلان رسمي للتطبيع، المقدمة كانت منذ سنين خلت. أما بن جرينا فيقول: هذه خطة تمهيد لزيارة إسرائيل عن قريب، وفي نفس الوقت حتى لا يغضب الفلسطينيون. أما الزرفي فيقول: الدخول والخروج والإقامة مدتها ومدة الإقامة هي بإذن من الاحتلال، السلطة هي عبارة عن جسر مرور للمطبعين. عبد الجبار، ما رأيك؟ هل فعلا المرور عبر السلطة الفلسطينية هو جسر فقط لتمرير نعم. التطبيع وتبرير التطبيع؟ نعم، سيقول السعوديون بعد التطبيع أن الفلسطينيين هم الذين طبعوا وطلبوا منا التطبيع مع الكيان الصهيوني أو ما يسموه إسرائيل. أخي العزيز، التطبيع بين السعودية والكيان الصهيوني موجود تحت الطاولة وسيظهر إلى العلن، وبعد إعلان هذا التطبيع ستقدم إسرائيل أو الكيان الصهيوني إلى السعودية قوائم بمليارات أو بلايين الدنانير كتعويض لهم في خيبر والمدينة ومكة، وتعويضات لبني قينقاع وبني نظير، وهناك مراكز أبحاث وخرائط أعدت لهذا الغرض. فعلى محمد بن سلمان أن يتهيأ لدفع البلايين من الدولارات للكيان الصهيوني بدون مقابل. شكرا لك يا عبد الجبار.
باسم الزيدي يقول هذه الخطوة، يعني ويقصد زيارة السفير السعودي وتعيين السفير السعودي لدى رام الله، هي لسد الأفواه حتى يكون التطبيع علني ودون إحراج. أما حجر ضوان فيقول التطبيع هو مسألة وقت، وهذا ما ذكره سفير البحرين في واشنطن في لقاء تلفزيوني في أحد المحطات الإذاعية عن تطبيع السعودية. إن السؤال اليوم ليس هل يوجد تطبيع أم لا، وإنما هو عن التوقيت. هل فعلا المسألة يعني ماشية ماشية، وها فقط التوقيت، توقيت إعلان التطبيع؟ يعني هنا أنقل لكم عن موقع إكسيوس. موقع إكسيوس يقول عن مصادر مطلعة أن بايدن في خلال لقائه الأخير مع نتنياهو لم يقدم قائمة مطالب للتنازلات الإسرائيلية التي يجب أن يقدمها نتنياهو للفلسطينيين، لكنه أخبر نتنياهو أنه يريد من تل أبيب اتخاذ خطوات من شأنها أن تبقي خيار حل الدولتين مع الفلسطينيين مفتوحا. أي أن نتنياهو اتفق فقط مع بايدن أن يبقي خيار حل الدولتين مفتوحا، لكن متى؟ الله أعلم. وهل خيار حل الدولتين أصلا يقبله الفلسطينيون؟ هل استفتي الشعب الفلسطيني أصلا على خيار حل الدولتين؟ ماذا عن ملايين اللاجئين من الشعب الفلسطيني الذين يعيشون في صفد وفي عكا وحيفا ويافا وغيرها من مدن فلسطين المحتلة عام 48؟ أبو الوليد تفضل، ما رأيك؟ أبو الوليد تفضل. السلام عليكم. تفضل يا أبو الوليد. الكيان الإسرائيلي لن يتنازل عن جزء أو شبر من أرض فلسطين، هي الدولتين يعني إذا أردنا القول، ولذلك لن يكون هناك تطبيع رسمي علني بين السعودية وبين الكيان الإسرائيلي، ولا حتى أمريكا تريد إعطاء هذا التنازل من قبل إسرائيل بدولة فلسطينية ودولة غير فلسطينية اليهودية، ولذلك هذه الأمور مرفوضة من الجميع. أما ما يجري من دون ذلك أو تحت ذلك فهذا شائر. لكن هناك من يقول بأن المملكة العربية ترفع السقف عاليا لأن هذه الشروط شروط تعجيزية، الكونغرس لن يوافق على اتفاقية دفاعية تمنح المملكة العربية السعودية ربما حق طلب الدفاع عنها حتى لو حصل أي هجوم، لو أي هجوم تعرضت له المملكة يجب على أمريكا أن تدافع عنها. ناهيك عن الموضوع النووي الذي لا يرفضه الأمريكان فحسب، بل ترفضه تل أبيب أيضا. صحيح، هذا يعني أمريكا لا مانع من عقد هذه الاتفاقيات، وإسرائيل بين قوسين لن تتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين مهما كان الثمن، وأمريكا تعلم ذلك. لذلك هذه مناورات سياسية لتمضية الوقت ومخادعة الناس. شكرا لك. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد من فلسطين تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بتذكر لما قطعت السعودية العلاقات مع قطر حتى المذيع اللي كان في الجزيرة سحبته، يعني لدرجة مذيع ما قبلت أنه يظل في قطر مشان تقطع العلاقات. طب يا سيدي العزيز، المجيء على فلسطين تحت حراب الاحتلال والطيران والوزير وكل هذا مش تطبيع وبيأثرش، بينما المذيع في الجزيرة بيأثر بحيث أنه تسحبه. يا رجل إذا مش مقدمة التطبيع، هذا تطبيع أصلا، هذا تطبيع مجاني بدون فائدة لفلسطين. مصر قبله قالت أنه نحن نطبع من أجل القضية الفلسطينية وطبعت وراحت القضية الفلسطينية، الإمارات نفس النهج ونفس الطريق. طيب نفس ما خطورة التطبيع أبو أحمد؟ ما خطورة تطبيع المملكة العربية السعودية؟ ما هو قطار التطبيع؟ طبعت بدأته أكبر دولة عربية سكانا يعني، وأيضا لا يمكن التقليل من تأثير وأهمية جمهورية مصر العربية، هذه أكبر دولة عربية مهمة كالسعودية أيضا ومحورية، هي التي كانت في مقدمة قطار التطبيع، ولاحقها في الأعوام الخمسة الأخيرة عدد من الدول، الإمارات، البحرين، المملكة المغربية والسودان أيضا تجري مشاورات يبدو بأنها أيضا في قطار التطبيع. ما الخطر الكبير إذا التحقت السعودية بقطار التطبيع؟
هذا إضعاف للقضية الفلسطينية يا أخي الكريم، لما إنه العمق العربي والإسلامي يكون ضد الشعب الفلسطيني، ضد الفلسطينيين، فهذا هو إضعاف للقضية الفلسطينية. إذا لم يكن تطبيع الدول العربية والإسلامية يضعف القضية الفلسطينية، فمن الذي يضعفها؟ الفلسطينيين بعمق، إذا كان عمكم ضدهم الفلسطينيون، هم لماذا لا يكونون هم محور القضية برفض التطبيع؟ السيد العزيز بدي اثبت لك انه الشعب الفلسطيني ضد التطبيع. عندما اصبح جرت الانتخابات في 2006 اللي فازوا ضد التطبيع يا سيدي العزيز، حتى الان يا سيدي العزيز يعملوا انتخابات في فلسطين ونشوف انه اللي بيفوز اللي مع التطبيع ولا ضد التطبيع. هل تخشى يعني بان تمرر السلطه التطبيع رسمي. السلطه الفلسطينيه لموقفها هي ايضا المبادره العربيه سيدي العزيز؟ إذا القيادة الرسمية، طب هي كل القيادة الرسمية في الوطن العربي لا تمثل الشعوب العربية، فنفس الشيء في فلسطين نفس الشيء، يعني ما أفرقت عنا، بس هي المجموعة هي اللي موافقة على التطبيع، لكن الشعب الفلسطيني والدليل على ذلك ما يجري في كل الضفة الغربية. طيب الشعب الفلسطيني أليس هو محور القضية؟ أليس بيده تحريك القضية الفلسطينية من جديد، وحتى دفع الدول العربية حتى اللي طبعت أن تتراجع عن التطبيع؟ حتى لو ما تراجعت الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن تحرير أرضه. شكرا جزيلا لك يا أبو أحمد. محمد يقول عن التطبيع المجاني، إن تبادل السفراء والتطبيع سيتم بحضور طرف من السلطة الفلسطينية ليمثل محمود عباس، أو يقول ممثلا بمحمود عباس الذي أو ابن محمود عباس، لا أدري من أين أتى بهذا الخبر. نتنياهو قالها بوضوح، التطبيع مع الرياض سيتم بعيدا عن الموضوع الفلسطيني أو المفاعل النووي، وإنما مع معاهدة دفاع مشتركة، ولم يخرج من يرد عليه من الطرف السعودي، أغلبهم يتحدثون بكلام مقتبس ليس فيه صفة رسمية. هذه رسالة من أم صفوة. أما ابتسام فتقول، العرب بعد أن قرروا على لسان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية أن يصبحوا فاعلين وليس مفعولا بهم، نرى حالهم يرثى له وهو في غاية السوء، بعضهم يهرول ليقدم القرابين ويدفع الجزية مقابل ركوب قطار التطبيع للحصول على موافقة الصهاينة له للجلوس على عرش الكرسي والسماح ببناء مفاعل سلمي هنا أو هناك. أما باقي الحجج والأعذار مثل حل القضية فكله لذر الرماد في العيون. أبو موسى يقول، تطبيع السعودية مع الكيان الصهيوني ليس جديد وإنما من زمن بعيد. أبو محمد من مصر، كيف تنظر لهذه المسألة؟ هل مجرد تعيين سفير سعودي لدى السلطة الفلسطينية يمكن أن يعتبر كمقدمة للتطبيع؟ ولا يمكن أن ننسى أن هذا يأتي في سياق بعد أيام من مقابلة ولي العهد السعودي التي قال فيها بأننا نقترب أكثر فأكثر، كل يوم نقترب من التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ففي أي سياق آخر يمكن فهم هذه الخطوة؟ والله السلام عليكم. أولا وعليكم السلام. ألو، تفضل يا محمد نسمعك. سواء طبعت السعودية أو لم تطبع، فتح السفارة الفلسطينية، لو ما فتحتش السفارة وطبعت هنقول السعودية طبعت مع إسرائيل. فتحت السفارة طبعت برضو السعودية طبعت. القضية الآن مش قضية، حتى الفلسطينيين نفسهم مش متفقين. يعني أنت طلبنا أن أتفق، طالب الدول العربية تتفق ضد إسرائيل والاتحاد ضد إسرائيل، وانت نفسك مش متفق. إذا كان الأخ أبو مازن بيعتقل المقاومين من حماس ومن الجهاد، ولكن هناك فلسطينيون كثر يا سيدي سيقولون لك الأخ أبو مازن لا يمثلنا، لماذا يعني مثل هذه الاسطوانة كل مرة يقول ما هو الفلسطينيين يعني مطبعين، ما هو الفلسطينيون موجودون تحت الاحتلال الإسرائيلي، حتى حذ هذه السلطة التي لديها اتفاقات أمنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وفق معظم الأعراف الدولية والقانون الدولي ما زالت تحت الاحتلال، غزة تحت الاحتلال، الضفة الغربية بأكملها تحت الاحتلال. أما المملكة العربية السعودية فهي دولة قوية، دولة ذات إمكانات هائلة، دولة لديها من المكانة الدينية والمكانة السياسية عربية والإمكانات الاقتصادية ما يمكنها أن تفرض على الاحتلال الإسرائيلي وحتى على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل أن تعاد الحقوق المشروعة للفلسطينيين بالشروط التي يريدها العرب والمسلمون والفلسطينيون وليس فقط السلطة الفلسطينية. سيد الفاضل،
من عام 1945 ونحن نجري خلف الأمم المتحدة وقراراتها والدول العربية والدول العربية. لن يعيد فلسطين الفلسطينيين أولهم هم اللي يعيدوا فلسطين وبعدين يذبحوا من الآخرين. يخلينا نموت أنا، خلينا نقاد الشعب الفلسطيني كله يا أخي. مستني إيه؟ خلينا نموت الشعب الفلسطيني كله يطلع يا عم من يطلع زي انتفاضة الحجر، يطلع يعمل انتفاضة، يعمل انتحارات. مش عايز التطبيع الأمني مع إسرائيل، إيه فايدة أتبع مع إسرائيل تطبيع أمني؟ أنت طالبني أنا، أنا اللي برا ما أعملش أنت عامل تطبيع. والله إذا أنت إذا أنت كنت تعتبر أن قضية فلسطين لا تهمك فهذا شأنك، لكن أنا متأكد أنه ملايين المسلمين مو العرب فقط، ملايين المسلمين يرون بأن القدس ما زالت هي موجه في قلوبهم، موجه لمشاعرهم، ما زالت قلوبهم تلهج بذكر فلسطين، ما زالت قضية فلسطين هي الملهمة لهم. أما أنت إذا كنت من المتخاذلين فهذا شأنك. شكرا جزيلا لك. أنا لست متخاذلا. تفضل. أنا أرد عنك، أنا أكلمك في الحدود المناقشة، لا تدعيني بشيء. شوف أنا كنت ما عندكوش الرأي ورأي الآخر بنك. لا أنا ما لذلك فسحتك المجال، تفضل. لا خلينا أرد عنك، اسمع أرد عنك. قضية فلسطين ربنا كن ربنا إن جاء عباد لله سوف تحل قضية فلسطين. أما معظم القادة الفلسطينيين معظمهم بلا كل بما الحكام على الخاونة كل الحكام، فلن تعود فلسطين على هذه الأشياء. طيب لا أدري العدمية يعني إلى أين يمكن أن توصلك هذه الأفكار العدمية. عمر تفضل. عمر من الجزائر، هل يمكن أن تطبع السعودية أم أن الموقف الرسمي يجب أن نعترف بأن الموقف الرسمي السعودي الآن ما زال متمسكاً بالمبادرة العربية؟ التصريحات الرسمية التي تصدر عن وزير الخارجية وعن السفير السعودي لدى السلطة تؤكد أن المبادرة العربية هي موقف السعودية الرسمي حيال القضية الفلسطينية. سأجاوبك أستاذي الكريم. أولاً الكلمة تطبيع فيها خطأ. الجميع يسميها بالكلمة الجميلة تطبيع، أنا أسميها الخيانة العظمى للأمة الإسلامية. هذه ضربة للأمة الإسلامية. السفير السعودي والتحركات السعودية لدى السلطة الفلسطينية ليست من أجل المفاعل النووي أو من أجل أمريكا أو من أجل هي الجزء الأخير من صفقة القرن، وهي تتعلق بإعطاء أموال السلطة لمشروع سيناء لتهجير أهل غزة. هذا الجزء الأخير من صفقة القرن وليس مفعلنا وليس أي شيء. السعودية أتت برغبتها وبعلمها وبإصرارها لإكمال هذه الخطة، والسيسي سوف يقدم له 2024 حتى تتم هذا الجزء الأخير، ثم ترى تغيير في الخريطة جميعا في خريطة الشرق الأوسط. شكرا لك. شكرا لك. أبو معاذ تفضل. أبو معاذ تفضل. أبو معاذ من سويسرا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، أولا يعني بصراحة أنا أود منك أن بعض النقاط يعني ترتب قليلا. عندما تقول ماذا فعل الشعب الفلسطيني، والله هذا سؤال يعني أنا أعتقد في اعتقادي، وسمحني معليش، من الذي قال ماذا فعل الشعب الفلسطيني؟ ماذا فهمت من كلامي؟ ماذا كان الآخر يتحدث، الأخ يتحدث، هو الذي كان يقول، هو الذي كان يتهم الفلسطينيين يعني، لكن الشعب الفلسطيني ما زال يقدم يوميا الدماء. من يعني يزاود على الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف التي يعيشها تحت الاحتلال؟ بارك الله فيك. أنا لا أحكي عنك أنت، أحكي على مساق الحديث الذي كان قبل. فقلت أنت ماذا يفعل الفلسطينيون إذن؟ الفلسطينيون فعلوا، أنت تقول هذا وكلنا نقول هذا، لا يجوز أصلا أن نسأل ماذا فعل الفلسطينيون. في المسألة الثانية أخي الكريم، في قضية السلطة لا أريد أن أسيركم في هذا الكلام. من قال أن هذه السلطة فلسطينية؟ ما الدليل العملي والواقعي على الأرض أو في النشأة أن هذه السلطة الفلسطينية؟ فيعني خلينا نكون واضحين احنا حتى نخرج من هذا. المسألة الأخرى مسألة التطبيع يا أخي الكريم، والله الذي لا إله إلا هو، إنها أكبر بشرى في تحرير فلسطين. لماذا؟ لأن الجماعة عجزوا على أن يثبتوا هذا الكيان على الأرض
فلجأوا إلى من قبلهم، لأن الذي يهرول الآن إلى التطبيع لا ينفع أن لأنه لو عقل لرأى ما الذي حدث مع الذين من قبلهم، فقد هرول الكثير ولكن النتيجة كانت عكسية. طيب ولكن أخيرا يا أبو معاذ، كلامك البعض سيقول في مخاطرة أن تقول أننا نستسلم لموضوع التطبيع ونستسهل التطبيع، ونقول بأنه هو الذي سيقلب الطاولة وسيفجر الانتفاضات والثورات. هو خطر على القضية الفلسطينية، كيف يمكن أن نتطبع مع محتل ما زال يغتصب الأرض؟ لا يمكن أخي الكريم أنك أنت خبير بالمعاني سواء كان من الناحية الفنية أو من الناحية يعني العملية. لا يمكن أن نقول عندما نقول أن هذا التطبيع فيه خير للأمة، لأنه سيكشف كل هؤلاء سيزيد في بيان الأعوان، فتنتهي الأوهام بأن فلان منا سيعاوننا وأن فلان سيقف معنا. أن تنكشف العورات يا أخي الكريم، لأنه هذا السفير عند من؟ سفير في الضفة عند من؟ هل السلطة التي مسمات فلسطينية يحق لها أن تستقبل سفراء؟ هل عندها حق كدولة يعني تستقبل سفراء؟ إنما هو سفير عند غيرهم. وهناك شكرا لك، شكرا لك أبو معاذ. على كل حال أعزائي المشاهدين، الجدل والنقاش مستمر على صفحات قناة الحوار وخاصة على موقعنا في فيسبوك الذي طرحنا عليه فيه هذا التساؤل، كما بإمكانكم استمرار الجدل على موقع يوتيوب الذي سنبث هذه الحلقة مسجلة بعد دقائق لاستطلاع آرائكم دوما في أنت الحكم. أنت الحكم يعود الأسبوع المقبل، نلقاكم في أمان الله.